فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب يريد أن يعقد على مخطوبته لكن والده يرفض العقد ويريد أن تكون خطبة فقط كما هو الدارج عند الناس في بلده. شاب يريد أن يعقد على خطيبته لكن والده يرفض العقد ويريد أن تكون خطبة فقط كما هو الدارج عند الناس في بلدهم. سؤاله: هل له يا فضيلة الشيخ أن يعقد بدون علم والده حتى يستطيع التحدث مع خطيبته؟ ما هو واضح السؤال. العقد هو الإيجاب والقبول، أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج ووكيله قبلت، هذا العقد. أما الخطبة التي قبل العقد هذه سنة، خطبة ابن مسعود هذه سنة، هي بلازمة. نعم.